السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا للإخوان الكرام في هذا الفيديو ديال اليوم الأحد. إن شاء الله غادي تعرف مسابقات كبيرة منها كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة، ونتمنى فوز الفريق الوطني المغربي على البرازيل إن شاء الله والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة. كذلك نتمنى فوز الفريق نهضة بركان على الجيش الملكي إن شاء الله، غير 1-0 المنتخب 1-3 ولا 4، وبالتالي يعني ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه للفريق الوطني وكذلك لفريق نهضه بركان وتحقيق الاحلام المغربيه والاحلام البركانيه. اليوم جوج مباريات كبيره ان شاء الله نفرجوا لهم مع الزوج ان شاء الله المنتخب الوطني، ومع كذلك 9:30 ان شاء الله في المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط. ان شاء الله تكون مباريات كبيره، ونتوقع شخصيا فوز نهضه بركان 1-0 ان شاء الله. المهم مسجل ان شاء الله يكون من المهاجمين بالتالي تحقيق نتيجه ايجابيه. اذا توقع معي النتيجه ديال المنتخب الوطني المغربي ضد البرازيل فوتسال كاس العالم لكره القدم داخل القاعه كره الصالات، وكذلك برص البطوله الوطنيه الدوره الثالثه فريق نهضه بركان لكره القدم امام الجيش الملكي. تحياتي لكم، وبارطاج.